قسما بالله سنخزي تمشي ليا مع العروق ديالي والصحراء صحرتي والصحراء ديالنا. راه مهم تلقاونا حنا، راه حنا اللي تلقاونا الوقت اللي تتكون شي حاجه، راه حنا اللي تنكونوا. ما هذوك راه كلهم تيهربوا تيخويو. فين عندي انا ولادي؟ الا ما بغاوناش بهذا المغرب يقتلونا يعطيونا شي ورقه يسنيو لينا فيها نخويو المغرب، مشيو لشي دوله اخرى. وهذيك كيقول لك دوله اجتماعيه. ما بقى عندنا حتى حاجه في هذه البلاد. حنا كاع هذه البلاد هذه لان قساونا منها، تخسينا من البلاد حنايا. حنا البوفري تخسينا عندهم. وفي ظل الدوله الاجتماعيه اللي تنشوفوها ولا تنسمعوها وفي الاخبار وسميتو، بغيناهم يديروا معنا شي حل. فين هي الدوله الاجتماعيه؟ انا راه تندور على الكوكر وما عنديش. خاصهم يديروا لنا شي حل. توسق ليه هضري عليه، او ما قداش هضري على الاخرين. لقاش شاده وقال الفلوس، حنا راه ما عندناش. قالت ما كاينش البديل، سير تموت قالت لك. باش تجي تقول لنا تحيدوا من هنا، راه ما لنا محيدين. ولكن هاد الناس بغا يفرشوا، واعتقلني انا مساهم بهذا الاعتقال. هادو اللي كانوا يعيطوا لك طفت خبز واعتقلوني انا. مرحبا. تجي لنا القايده تقتلنا الدين، المهم تسيري فينا. انا ما عندي فين غنمشي. واش نمشي نفسد؟ واش نمشي لشي بلاصه؟ واش نصيفط ولادي للحبس؟ انا دابا حاليا ما عندي ريال في جيبي. وعنده وليدات. وقال لي مول الكري الا ما خلصتيني الكري نخرجك على الزنقه. ياكم تقولوا الدري راه كاين اللي عنده الدري يلاه تزاد، تتقولوا عام. حنا تنشوفوها في الاخبار، عام الدري عيال الدري. دابا هذا غيلقى بشير يرعى ولده، ما غيلقاش. هادشي كنطالبوا حنا، ما كنطالبوش بشي حاجه مستحيله، كنطالبوها بالعيش الكريم. واش بنان ما عندوش ما ياكل؟ ما عنديش اخويا، ما عنديش. الغالب الله من قاطعين السكان ديال الداخله منذ يزيد عن 12 عام وانا في الداخله، وكنفرش في ذاك البلاصه راه هي. وجاو دابا حيكرطونا وداونا السلعه ديالنا، وقال لك سير اعتقلك انا مشيت هدونا بالاعتقال. نعم سيدي، هاد الناس كلهم مهدين بالاعتقال، انت كتشوف فيهم. وحنايا بغينا شي حق من هاد الدوله هادي، عطونا فين نفرشوا. حنا فقراء وبسات الناس السلعه ديالنا داوها لينا، وحنا ما عندناش البديل. عندنا الكرا ديال 30000، عندنا المصروف 4000 في النهار، كنجبدوا لنا واحد 100 درهم وكيبقى فينا الكريدي. عاد بانوا حنا مصورين شي حاجه مننا، مصورين ومصورين غير التمره والعدم. وهاد الناس كلهم راهم كارين وفقراء، ما حتى واحد ما عنده شربه الماء، ما عندوش في هاد اللحظه هادي 3 ايام وحنا جالسين. هذا هو السلام عليكم. اليوم مشينا عند القايده نهضروا معاه، نتكلموا معاه على حساب دير لنا شي تسويه لهاد الوضع هذا. قالت كنعتقلكم. هي اصلا دايره معنا داك الاعتقال اللي مشات تما نعتقلوه. هادي هي الهضره اللي كاينه، الحقيقه هي هادي. حنا بغينا، حنا طرف الخبز كنتحاربوا معاه. لا بغاو يديروا لنا شي حاجه، يديروا لنا واش يديروا لنا، راه نوصلوا معاهم لشي حاجه اللي ماشي هي هذيك. ما بقى عندنا حتى حاجه في هذه البلاد. حنا كاع هذه البلاد هذه لان قساونا منها، تخسينا من البلاد حنايا. حنا البوفري تخسينا. عندنا وليدات، كاين اللي تيقري ولادو، كاين اللي عنده مره مريضه. انا بالنسبه لي مراتي مريضه وانا مريض بالسكر، خدام على الدويات وعلى الاولاد باش نقري ولادي، باش نشري الدواء لراسي ونشري الدواء للمراه ديالي. راه سيمانه وانا درهم ما عندي في جيبي دابا حاليا. شنو غندير؟ شنو هو البديل؟ ما كاينش البديل. سير تموت قالت لك. قالت لك الاعتقال. حنا الاعتقال ما عندنا شنو دايرين. حنا مخالفين للقانون لا والو. حنا كنرزقوا الله مع المواطنين البوفرية بحالنا، ما دايرين شي مخالفه ديال القانون. نعم سيدي، الحقيقه هي هذه يا استاذ. الله يحفظك. الاخوه حنا مجموعه ديال الفراشه، هذا السيد ترزق الله، تتحط الصباح وفي العشيه مع المغرب تتهز، ما تديروا لا فوضى لا والو، تنترزقوا الله. وهذا الشيء اللي تنطلبوا. جات السيد القائده وحيدتنا، قالت لنا غندير معكم بحال نهار اثنين. مشينا عندنا اليوم الاثنين، ولكن ما لقيناش شي جواب، ما لقيناش شي باب مفتوح. حنا بغينا عين البديل، بغينا عين الحل، حنا بغينا عين نعيشوا، تنصوروا طريف الخبز باش نعيشوا. وفي ظل الدوله الاجتماعيه اللي تنشوفوها ولا تنسمعوها وفي الاخبار وسميتو، بغيناهم يديروا معنا شي حل. فين هي الدوله الاجتماعيه؟ فين هي الدوله اللي تدعم المواطن؟ احنا دايرين دابا هذا ديال التضامن، امو التضامن تخلص 2400 ريال منين غنجيبوها؟ حنا يلاه تنصوروا، ما تتصور 50 درهم ما تفوتهاش. شنو هي؟ ويجيو يحيدونا هدايا، حنا راعي فراشه، يديروا معنا حل. الا ما كانش سميتو يديروا لنا البديل، راه السوق خاوي لداخل، يديروا معنا شي حل، يدخلونا حتى حنايا معاهم ويديروا الحل للجميع. ما يقصيوش، ما يقصيوناش. حنا راه حتى حنا مواطنين، حتى حنا مواطنين، حتى حنا بغينا نعيشوا، حتى حنا راه عندنا وليداتنا. انا عندي 7 ديال الوليدات وكلهم تيقراو، كلهم تيقراو. فين باش غنعيشهم؟ باش غنعيشهم؟ باش غنوكلهم؟ باش غنشربهم؟ ما لقينا حتى شي حل. طرقنا جميع الابواب، جميع الابواب، لقينا هذا الحل هذا، هذا الفراش هذا، تنجيو نفرشوا في الصباح وفي العشيه تنهزوا، مع المغرب تنهزوا. هذا هو اللي سميتو. جات السيده القايده قالت لنا، دارت معنا، قال لنا نهار اثنين عندنا حل، غندير معكم حل. راه ما دارت معنا لا حل لا والو. قالت لنا سيروا تبوتوا، سيروا انتحروا، سيروا خرجوا كاع خويو هذه البلاد هذه. وحنا لا، حنا راه حنا مواطنين وتنتعسوا بالمواطنه ديالنا،
وتنطالبوا يديروا معنا شي حل وينظمونا نتنظموا، باغي النظام باغي نسميتو باغي نعيشوا تحنا طرف د الخبز، ولا ما كانش عندهم شي حل اخر يديروه لنا، يديروه لنا يقلبوا لنا على عمل، حنا كاع ما نبقاو نبيعوا ما نمشي ما نبقاو نشريو، يديروا لنا شي عمل يديروا لنا يقلبوا لنا على خدمه فين نخدم. وشو هاد الناس هادو ما عرفناش اشنو كيفاش غادي يبداو. تنطلب دابا من السيد الوالي والسلطات المحليه والناس اللي المسؤولين يشوفوا لنا شي حل، راه عين البوفريه هنا، عين الناس المساكن الاغلبيه عندهم اسر وعندهم وليدات، ياكم تتقولوا الدري راه كاين اللي عنده الدري الله تزاد، تتقولوا عام، حنا تنشوفوها في الاخبار، عام الدري عيال الدري، دابا هذا غيلقى باش يرعى ولده، ما غيلقاش، راه حتى دوري بلان بغى يشريها ما يلقى باش يشريها، ايوا شوفوا في حالنا حتى حنايا، راه حنا مواطنين، راه هما تيلقاونا حنا، راه حنا اللي تيلقاونا الوقت اللي تتكون شي حاجه راه حنا اللي تنكونوا، ما هذوك راه كلهم تيهربوا تيخويو. حاولوا يحاولوا ما امكن يعطيونا واحد البلاصه واحد المجال، حنا ما قلنا لهم ورثوه لنا ولا عطيوه لنا في الملكيه، عطيونا واحد البلاصه واحد البلاصه نسمعوا نديروا سوق نموذجي ونتكلفوا به حنايا بالرعايه ديالو بالتنظيم ديالو حتى بالسميتو النظافه ديالو بكل شيء، ما يطلبوا منا سميتو غير المكان اللي فين غادي نزاولوا حتى حنا المهنه ديالنا. راه الاغلبيه ديال الناس هنا باغيين يعيشوا بالحلال، والاغلبيه فيهم راه الناس راه برا لحقوا زعما الحد الحد الادنى اربع ايام حنا تنصيروا من جيوبنا، راه كاين الناس اللي كان اللي بغى ينتحر وشديناه، كاين الانسان اللي بغى قال لك انا غادي نخرج نبقى نكريسي ولا غنبقى نجيب رزقي بالسيف كيما الناس كما هما تيسميتو، وحنا ما بغيناش الفوضى، بغينا الناس تعيش بخير وعلى خير وتاكل طريف الخبز كله والسبيل ديالو كله والطرق ديالو باش يعيش. هادو الناس عاد بلا فيراي باش عايشين، باش يشوف لنا شي حل مع هاد الناس هادو، يدير لنا واحد المكان واحد الحيز حتى حنايا، حيز فين نزاولوا المهنه ديالنا ونزاولوا هاد النشاط ديالنا ونساهموا، راه حنا تنساهموا في البيئه، الاغلبيه ديال الناس تيجمعوا لا سميتو البلاستيكيه، الاغلبيه فيهم هنا تيجمعوا سميتو النفايات البلاستيكيه، راه تيساهموا في البيئه، ساهموا في حمايه البيئه، تيجيبوا دوك الناس اللي تيرميو في سميتو في النفايات تيجمعوهم هما وتيجيبوهم هنايا وتيعيدوا يصيفطوهم يبيعوا باش التدوير، وهذه راه تيساهموا. ايوا خليونا حتى حنا فين نعيشوا، خليونا في واحد الطرف، الله يجازيكم بخير. انا تنطالب بالفراشه، الناس كلهم تيطالبوا بالفراشه ديالهم وبغينا ينظمونا ولا يشوفوا لنا شي حل لشي فراشه ولا شي حاجه، حنا ما بغينا منهم والو، وبغينا عا شي فراشه ولا شي حاجه، انا راه تندور على الكوكر وما عنديش، خاصهم يديروا لنا شي حل. صافي هذاك الشيء اللي كاين راه كرطوه الدو، ما خلاني دابا اربع ايام هذه مصيبه من ناكل مصيبه من نشرب. انت عندك ولاد؟ ما عنديش الاولاد، كاين انا راسي وراسي. انا راه 24 سنه هنايا و12 سنه وانا في السويقه. وهذا هو اللي كاين. السلام عليكم، الرساله ديالي اللي باغي نوصل في هذا اليوم هذا ان شاء الله، هي الناس راه تضروا، الناس راه تضروا، راه كاين اللي عنده 12 عام هنا، الناس عندها اقدميه هنا في هذه البلاصه هذه، ماشي تجينا السيده القايده وتقول لنا خويو خويو وتقول لنا حيدوا ما عندكم حتى شي بلاصه، حنا باغيين البديل، حنا نلودوا البديل وباغيين البديل، هاد الناس مضروره، كاين متعرس وكاين اللي عنده ولاده وكاين اللي متكاري وكاين ياسر من المشاكل، كيف هي انا نيت ياسر من المشاكل. الرساله اللي باغي نوصل هو الاستاذه السيده القايده قبل ما تكون هي حنا كنفرشوا، دوزنا جوج قياد سابقها، جوج قياد ودوزنا اربعه المقدمين ولا ثلاثه سابقها نعرفوهم، باش تجي تقول لنا تحيدوا من هنا، راه مالنا محيدين، حنا باغيين البديل حنايا باغيين سوق نموذجي، وهذا الشيء سابق قلناه ووصلناه، وجاونا ناس من ايامات الانتخابات قاولونا وقلنا غادي نعطوكم وغادي ندير لكم، ما كاين والو، حنا مالنا حاقرين حد وحنا محتارمين الجميع، حنا باغيين لا البديل، نلودوا البديل والسلام عليكم. اخويا حنايا دابا في هذه البلاصه مده ديال 12 عام وحنا هنايا تنفرشوا في هذه البلاصه، اي وقعوا شي خروقات ومعترفين حنايا بان خرجوا صحاب السوق كانوا داروا شي بلايص هنا، عمروا هذه البلايص، داروا شي برارك، جا علمتهم ساعات القايده قالت لهم غتحيدوا هذا الشيء، جاوا علمونا عطونا انذار، قال لك اودي هذا الشيء غيتنقى غادي نحيدوه، ما جبدنا لا مشاكل، ما تحدينا السلطات، ما تحدينا المخزن، وقفنا معاهم، وقفنا في الاجراءات سلميا، حيدوا ذاك الشيء، وقفنا، الناس واخا ضاعوا في السلعه ديالهم، اعترفنا بان فينا لافوت. قلت لها ساعات القايده هاد الناس راه ما كاينش شي حد غيخترق القانون. درتوا الالتزامات ديالكم، جيتوا حيدتوا الناس الخروقات اللي كانوا حيدتوهم، فاش طلبنا بالبديل درتوا معنا اجل،
صاعد القايده دارت معنا الاثنين، صاعد الباشا دار معنا الخميس، سيمانه قالك سيمانه جيوا عندي نشوف لكم البديل. مشينا عند صاعد القايده قلنا لها صاعد القايده حنا بغينا على البديل ما طالبين شي حاجه. طرحنا معاه بعض الامور بان راه كاين بلايص فين نحطوا وغادي نديروا النظافه ديالنا وغنديروا مكان ديال الحط نحطوا فيه الناس ويهزوا السلعه ديالهم ما تباتش، حيت الناس اللي كانوا دايرين ديك الخروقه داك الشيء هي عارفاهم، كانوا داخل ديال السوق وخرجوا داروا بعض البرارك هنا وداك الشيء عشوائيه كل شيء تحيد، يعني النظافه مزيانه عامه لكل شيء، ولكن كاين ناس هنا مضرين. هذا السيد اللي كان دابا تنعطيوه حنا فلوس العشاء باش تعشى، هذا عباد الله تنضامنوا وتنعطيوها. فاش مشينا على سعد القايده بغينا واحد الحل، يعني اي حل درناه معاه سدتوا علينا. قلنا لها سعد القايده كاين حوانت لداخل ندخلوا لهم، قالت لك لا ما تدخلوش، كاين البلايص فين نحطوا لا ما تحطوش، كاين الباص ديال البلديه راه هي في الدوره كنحطوا فيها وننظفوها، قالت لك لا ما كايناش بصفه نهائيه. يعني سدت علينا واحد الخط ديال التواصل سدتوا علينا. انا فاش هضرت على هاد الناس عامه كنا بغينا نروح للجمعيه دفعنا الوثائق ديالنا، قالت لنا لا انتم باعه متزوجين غير عندكم ما عندكمش حق باش ديروا واحد الجمعيه ولا تهضروا على حق هاد الناس. مشيت هضرت على هاد الناس عامه قدموني قدامهم قال لك انت مكلف سير. دخلنا مع ربعه الناس دخلنا عند سعد القايده جبنا بحوار، قلت لها سعد القايده لقينا شي حل؟ قالت لك لا الحل ما عندكم سيروا شوفوا ما ديروا بصفه نهائيه، ما بغيناش حنا نواجهوا السلطات بان حنا بدنا نحطوا شي بلاصه ونخدموا معانا، حنا بغينا البديل، ابسط حقوق ديالنا البديل. هاد الناس بغاو يعيشوا البديل، ما طالبين لا دار لا برطما لا كرا لا شي نوقف عند الولايه تنطلبوا شي والو، هذا حق بسيط البديل. هاد الناس قدروا يديروا اي حل، يديروا كرارس يفرقوا شي بلاصه اخرين يبقاو يبيعوا ويزيدوا، يعني اي حل، ولكن باش تحرم لنا رزقنا بصفه نهائيه راه لا 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 اله الا الله. وكلمه اللي الاخره اللي قالت لي ساعات القايده قالت لك شوف هاد الناس ما بقاش تهضر عليهم بصفه نهائيه، حنا هاد هضرنا على الناس قالت لك صافي لا بقيت تهضر على هاد الناس ولا فرشوا هاد الناس انت اللي مكلف فيهم، لا فرشوا هاد الناس انا اعتقلك، ولكن هاد الناس بغاو يفرشوا واعتقلني انا مساهم بهذا الاعتقال، هادو اللي كانوا يعيطوا لك طرف الخبز واعتقلوني انا مرحبا. التليفون اخويا حنا كنا مجموعين هنايا، انا صورت الا المكان فين تنصر فيه، انا جبت التليفون صورت الحويجات ديالي اللي مشاو ليا، جا تيجي المخزني شد ليا التليفون وشد مني انا، وكان غادي بياكل ما الدراري تجمعوا عليا كان غادي بيوصل صافي غنصيفط لك 6 شهور ديال التربيه. الهدف علاش جبت كاع انت التليفون تصور؟ انا عندي اخويا فراشه هنايا، واصلا هنايا الفراشه اخويا جاو جمعوا لينا هادشي كاع الدراري ما تكلموا عليه، جاو جمعوا لينا الحوايج جاونا هون مع الفجر مع 6 ديال الصباح، فجينا مع الصبحيه بغينا نهزوا المسائل ديالنا لقينا التراكس هنا دات وجمعت لينا حوايجنا. المخير هنايا دايره كاين اللي مشى ليه 7000 درهم كاين اللي مشى ليه 10000 درهم، داكشي اللي تالي كسابو كان عندنا هنايا في الفراشه. صبحنا مع الصباح لقينا داكشي مشى، صلينا الفجر جينا هنا لقينا داكشي تكرط، جينا بغينا نهزوا حوايج ما تقاو ما خلانا المخزن هنا قال لحقوا الحوايج ديالنا. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الشيء ما كاينش. دابا هنا اللي ما لقاش باش يتغدى ما عندوش باش بما ياكل، الناس عندهم هنا الاولاد، هذا مخلي ولادو، اي واحد مخلي ولادو هنا ما عندهم ما ياكلوا. وجات القايده شطبت لنا داك الشيء مناش كانت ترزقوا، انا دابا حاليا ما عندي ريال في جيبي. وعنده وليدات. وقال لي مول الكره الا ما خلصتيني الكره نخرجك على الزنقه. فين عندي انا ولادي؟ الا ما بغاوناش في هذا المغرب يقتلونا. يعطيونا شي ورقه يسنيو لينا فيها نخويو المغرب مشيو لشي دوله اخرى، وهذيك كيقول لك دوله اجتماعيه، وسيدنا كيعطي المشاريع وكيعطي للشباب باش يديروا فين يخدموا، وهاد الناس كيقتلوا فينا حنا. الا ما بغاونا في هذا المغرب نخويو المغرب نمشيو لشي دوله اخرى نمشيو اي دوله. وعاش سيدنا، هادشي كنطالبوا حنا ما كنطالبوش بشي حاجه مستحيله، كنطالبوها بالعيش الكريم. واش بنادم ما عندوش ما ياكل؟ ما ياكلوك كتجي القايده كتقول لك الا فرجتيها نديك للحبس، علاش تدينا للحبس؟ حنا راه ما كنديروش شي حاجه مستحيله، ما كنبيعوا الممنوعات، ما كنبيعوا السرقه، ما كنبيعوا والو، كنبيعوا المنتشيات، كنمشيو كنلقطوا الزبل، كنلقطوا الزبل حاشاك من البركاسه باش نديو لولادنا ما ياكلوا، خرجوا نسعاو، كيقول لك محاربه تسول، مشيتي كتسرق هيدي وكل الحبس، اش غنديروا حنا في هاد الدوله؟ ما عندنا بديل، هذا هي حرفتنا معنا فين نمشيو. وسعدات القايده كتقول لك الا فرشتيها نجي نديك نعتقلك. لحقاش كتشد الفلوس؟ ما كايناش شي دوله، ما كايناش شي دوله كتعتق المواطن بدون سبب. تعال اخويا، اخويا حنا كنفرشوا هنايا، هذا هو الرزيق ديال الوليدات ديال كل شيء، متفق معك كنديروا مشاكل يقولوها له ما يسمعني، هزوا المسائل اللي كذا كتحط ماشي مشكل، زولوا سير بحالاتك، هذه هي الهضره ديال الخوت.
ولاني باش زولنا هذا القنس هذا هي وداك السوق اللي مشدود ديال من ديال من فهمني ديال من شنو معنى الكلمه ديالها؟ اذا هذيك راه سرقه شديتو وحليتو بقى مشدود، هذه راه نوع ديال السرقه ما تقدروش تهضروا معاهم لحقاش ناس قادين، حنا ناس دراوش كيضربوا لنا نمشيو بحالاتنا، الا زولتينا هنا فين غادي نمشيو؟ نمشيو نسرقوا ديونا للحبس نبيعوا شراب نمشيو للحبس، اذا شنو هي المعنى ديالها؟ اذا شنو هي المعنى ديالها؟ دخلت تشرد ولا دخلتي للتشرد درتي مشاكل اللي هي كبيره وما عندك ولاد ما عندك والو، درتي معاها بواحد الطريقه اللي هي غير سميتو ديال واحد اخر، هزق ضربه يمشي للحبس، وهذا هو المشكل اللي كيبغيو، وحنا ما باغيينش داك المشاكل هذيك، حنا الدوله ديال الاسلام، الدوله ديال الاسلام والناس باغيه تهضر على المسائل ديالها، باغيه غير الحق الكريم تاخذ الطيب الخبز شي بحال صنار كيصور 20 درهم، الله يصور 1000 ريال نهار 800 كل نهار ورزقه، ما قلنا حتى شكل مد العيب ديري معنا هي الحل. ماشي تزولينا تزولينا درا من كار والسوق اللي يهضري عليه او ما قداش يهضري على الاخرين لحقاش شاده وقال الفلوس حنا راه ما عندناش راه الله الله هو اللي حاكم علينا والملك حتى هو هو كل شيء تيقولنا راه خصكم تخدموا ما تمشيوش للحبس كاين شي سوق ثاني ما جاوش ما هو دا حداك اصاحبي عمري بالزبل اصاحبي عمري بالزبل لكن تكلم الفراشه واش كاين شي نزول نتفاق معاك نزول يدير لي بلاصتي ونقضي الغاره دير لي بلاصتي والسوق حلوه حلو اصاحبي اللي عنده شي حاجه يقبط فيها هذا واللي ما عندوش قول له اجي لينا ما تحطش هنايا ما فيها حتى شي كلمه دلعيبة اخاي يا الله يرحم الوالدين ويسهل امركم تبارك الله 40000 ريال وما عنديش من نوكل ولادي عندي ربعه نفوس وكاري وكنجري على ولاديتي المهم ما عنديش فين نمشي هنا بغى الموت وهنا غنحيا ما عندي فين غنمشي لا اله الا الله والصحراء صحرتي والصحراء ديالنا وزيت انا الصحراء باقي عندي 17 عام ودابا في 5 عندي 48 عام دابا عندي 48 عام هنا غنعيش هنا الصحراء هنا غنعيش الصحراء افرقنا من بلاصتنا تجي لينا القايده تقتلنا الدين المهم تيري فينا انا ما عندي فين غنمشي واش نمشي نفسد واش نمشي لشي بلاصه واش نصيفط ولادي للحبس الحوانت سدنهم علينا بابا كيزلو علينا داو لي خويا 40000 ريال ديال السلعه هي اللي معمره بها راس المال ديالي داوها عليا ما عنديش اخويا ما ناكل راه طلت جوج وطلع لي وشوف الحاله اللي انا عايشه فيها يشوف اخويا الدار اللي انا عايشه فيها صرخت زيت كناكلو كناكلو مع الماكله قسما بالله لو صرخت زيت كيمشي ليا مع مع مع, مع العروق ديالي وهنا هنا فين من 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 كنت معاش هذه هي البلايصه من كنت طيب ديال الخبز لوليداتي ما عنديش اخويا ما عنديش الغالب الله راه قديمه معايا الغالب الله انا عندي دابا 11 عام وانا كنفرش هاد الزوطيه كنفرش حويجات كنترزق فيهم الله الا ملي حيدوهم عليا راني خويا ما عندي فين نمشي لا اله الا الله محمد رسول الله يديروا لينا حل يديروا لينا خويا حل فين فين نخدموا ويديروا لهاد الناس حل الله يرحم لكم الوالدين لما ديروا حل هادشي اللي كنطلبوا